ولكن هذا التصريح له غرض سياسي بالدرجة الأولى. قد يكون دفع الأطراف إلى يعني تقوية طرف على طرف، أو دفع الأطراف إلى الجلوس على مائدة مفاوضات حسب تصور هذه الدولة لطبيعة الصراع الدائر في إقليم ما في العالم. التصريح الثالث هي التصريحات المبدئية فعلا، ودي بعض الدول الأوروبية بتعملها فعلا بشكل مبدئي، لأنها لا تستوعب على الإطلاق فكرة أن يسفر، أن يدفع شخص ثمن حياته لموقف أو لوجهة نظر. لكن على المقابل مجمل هذه التصريحات تأتي في إطار أنك تصرح وتعلق بالإدانة أو بعدم الإدانة وأنت خارج نطاق